بيوت من خشب فوق الأشجار. هذه المظلات مسويها للعوائل، هنا مظلة للعوائل، هنا مكان خاص للشوي، موجود مناقل. مكان رائع جدا. كلها شلالات في شلالات. لاستير طبعا. عندنا هذه الغرف اللي نشوفها فوق عبارة عن غرفة، هذه ممكن أشخاص عائلة شخصين ثلاثة يأجروه، الشخص 5000 درهم ما يعادل 10 دولار يقضي ليلة هنا، وإذا يريدون أكل يزودوهم بالأكل، لكن السعر يختلف حسب الاتفاق، يريدون إفطار يحضروا له إفطار، لكن 5000 فقط كسكن للشخص الواحد. هسه راح اصعد فوق ونشوف شكل فوق. الغرفة اللي تكلمنا عنها هي هذه اللي شفناها، حاليا غرفة فارغة تسع لعدة أشخاص. هنا هو مثل مخيم كشف، يعني شغلة مال شباب، مال هواة، مال مغامرين يجون يقضونهم ليلة. غرفة صغيرة من خشب، يخلون بفراش إذا أجبت القديم، وهذا المشهد من خارج الغرفة. وهنا عندنا هذه الجبال جواها كلها كهوف اللي عاشوا بها قبل كم ألف سنة. كل هذا في غابات لاستيفير في أرمينيا. إلى اللقاء أصدقائنا الأعزاء.